بسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد، آمين. سنكسار، اليوم الخامس من شهر كيهك المبارك، نياحة ناحوم النبي، استشهاد القديس بقطر الذي من أسيوط، استشهاد القديس إسوزوروس. في هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكار نياحة الصديق ناحوم النبي، أحد الاثني عشر نبينا الصغار. ولد هذا النبي في قرية القوش، إحدى قرى الجليل بفلسطين، وهو من سبط يهوذا، وتنبأ في عصر أمصيا وابنه عزية مبكتا بني إسرائيل على عبادة الأوثان، وبين لهم أن الله وإن كان طويل الروح كثير الرحمة إلا أنه غيور ومنتقم من الأشرار، وتنبأ عن بشارة الإنجيل والرسل المبشرين به بقوله هو دا على الجبال قدما مبشر مناد بالسلام، كما تنبأ بما سيحل بمدينة نينوى من الدمار، وقد تم ذلك إذ أرسل الله زلزالا مدمرا ونارا أحرقت المدينة والشعب الذي كان يرتكب الإثم. أما الذين كانوا مستقيم السيرة فلم ينلهم أذى ولم يصبهم ضرر، ولما أكمل سعيه الصالح تنيح بسلام. بركة صلواته فلتكن معنا، آمين. وفيه أيضا استشهد القديس بقطر الذي ولد بقرية شو التابعة لمركز وإيبرشية أبنوب محافظة أسيوط شرق النيل، وعين جندية، ولما صدر مرسوم دقلديانوس بالسجود للأصنام والتبخير لها امتنع الجندي بقطر عن ذلك، فاستدعاه والي شو ولاطفه فلم يستطع إغراءه فألقاه في السجن، فحضر إليه والداه وشجعاه على الاستشهاد، ولما عجز الوالي عن رده عن الإيمان بالسيد المسيح غضب وأرسله إلى أمير أسيوط مع بعض الجند مصحوبا برسالة، فلما قرأها الأمير حاول استمالته إلى عبادة الأوثان بإغراءات كثيرة فلم يفلح، فغضب وأمر أن يربط خلف الخيل لتسرع الجري. بعد ذلك عرض عليه الأمير عبادة الأوثان ثانية فرفض، فأمر بأن يلقى في مستوقد حمام بقرية موشة، فبسط يديه وصلى، وظهر له ملاك الرب ووعده بإكليل الحياة، ثم أوثقوه وألقوه في المستوقد ففاضت روحه ونال إكليل الشهادة. فأتى بعض المؤمنين وأخذوا جسده الطاهر وأخفوه إلى انقضاء زمان الاضطهاد، وبنوا عليه كنيسة ما زالت حتى الآن بقرية موشة، وقد ظهرت منه عجائب كثيرة، ويشتهر هذا الشهيد باسم بقطر شو نسبة إلى القرية التي ولد فيها، وهو شهيد مصري بخلاف الشهيد ماري بقطر بن رومانوس. وتوجد كنيسة للشهيد بقطر شو في مسقط رأسه شو تاريخ تدشينها الخامس من بؤونة، وكنيسة أخرى بقرية موشة قرب ريفة جنوبي غربي أسيوط في مكان استشهاده، وهي تابعة لإبرشية أسيوط. بركة صلواته فلتكن معنا، آمين. وفيه أيضا من سنة 250 ميلادية استشهد القديس إسوزوروس الإسكندري، ولد في مدينة الإسكندرية وعمل في جيش الإمبراطور ديسيوس تحت قيادة أوميريوس، ولما اكتشف هذا القائد أنه مسيحي قدمه للمحاكمة وصار يعده بوعود جزيلة، ثم صار يتوعده بعذابات صعبة، ولكنه كان ثابتا على إيمانه، فأمر القائد بقطع لسانه ثم قطع رأسه فنال إكليل الشهادة، أما جسده فألقوه في بئر صارت بعد ذلك مشهورة يستخدمها الله في عمل العجائب والأشفية، كما أقيمت فوقها كنيسة. نقل جسده في القرن الخامس إلى القسطنطينية وصار مكرما عند الجميع. بركة صلواته فلتكن معنا، ولربنا المجد دائما أبديا، آمين. دفنار، اليوم الخامس من شهر كيهك المبارك، ذكر الصديق البار ناحوم النبي. صرت كوكبا مضيئا أيها الإنسان البار ناحوم النبي،
كما قال المرتل داود النبي في المزمور، قال: لا تلمسوا مساحاء المقدسين ولا تصنعوا شرا بأنبيائي. هذا النبي القديس كان من قبيلة سمعان بن يعقوب، وهو السادس عشر في الأنبياء من زمن موسى الجميل الوجه. وهذا تنبأ بالروح القدس وبكت بني إسرائيل لأجل عبادتهم الأصنام وتركهم الله الذي خلقهم، وتنبأ عن الرسل وكرازتهم المقدسة التي بلغت إلى كل موضع، ثم دعاهم في نبوته منادي السلامة والحق، وتنبأ على مدينة نينوى بأنها تتلف من المياه الكثيرة. ولما أكمل نبوته تنيح بشيخوخة طاهرة ووضع في قبر مع جميع آبائه في الخامس من شهر كياك بصلواته: يا رب أنعم لنا بغفران خطايانا. عظيمة هي كرامة هذا الرجل المبارك الطوباوي الطاهر ناحوم النبي، الذي تنبأ في زمن ملكين من ملوك إسرائيل وبكت كفرهم لأنهم تركوا عنهم الإله الحقيقي الذي خلق كل الأشياء وسجدوا لمنحوتات يد المصريين والكنعانيين. ارتفعت جدا أيها النبي الصادق وعبد الله العلي جابل الجميع، لأنه قد كملت أقوالك وكثرت نبواتك على بني إسرائيل وملوكهم الأشرار. طوباك بالحقيقة أيها النبي القديس ناحوم، لأنك صنعت إرادة الله ضابط الكل. اطلب إليه من أجلنا في صلواتك المرتفعة لكي ينعم لنا بمغفرة خطايانا.